السلام عليكم، سميتي عمر بلافريج، نائب برلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي. مرحبا بكم في هذا البودكاست رقم 124. هذا البودكاست اللي درت اولا وقبل كل شيء كما كنقولها لكم ديما باش نتحاسب على المهمة اللي كنحاول نقوم بها تحت قبة البرلمان. انا كنامن بربط المسؤولية بالمحاسبة، فلقيت هذه الوسيلة، هذه من وسيلة من الوسائل باش نتحاسب على شنو درت. فالاسبوع اللي داز من نهار اثنين كانت الجلسة الشهرية ولا الجلسه الاسبوعيه، اسمحوا لي، الجلسه الاسبوعيه ديال مساءله الحكومه في البرلمان. هذيك الجلسه الاسبوعيه اللي ما كيعطيونا فيها حتى ولو ثانيه، هذه حتى ندير شي برنامج خاص على عدم احترام النظام الداخلي من طرف رئاسه مجلس النواب. كيمشي اليوم شي نهار اخر. نهار ثلاث كان اجتماع ديال لجنه مراقبه الماليه. هذه اللجنه ما كنتمي ليهاش، ولكن كنمشي ليها بزاف حيت فيها عدد المواضيع مهمه اللي كتعلق بالتقييم ديال السياسات العموميه والجانب المالي والغير المالي. فهنا كان عرض قيم ديال رئيس المجلس الاعلى للحسابات وقاضي من المجلس حول التقييم ديال البرنامج الوطني مدن بدون صفح، اللي هذا برنامج بدا في 2004. كنشجع اي واحد كيهتم بالسياسه في المغرب يمشي الموقع الالكتروني ديال المجلس الاعلى للحسابات وهيلقى على الاقل ملخص ويشوف هيشوف بان مع الاسف الشديد مثل عدد كبير من السياسات العموميه في المغرب، هذا برنامج فاشل. الهدف كان بسيط جدا، كان القضاء عن مدن الصفيح في المغرب في غضون 2000 سنين. في 2010، حنا اليوم في 2020، مازال واحد العدد كبير من المدن الصفيح بدا ما قضيناش عليهم، وغالبا العدد ديال المدن الصفيح كبر من داكشي اللي كان في 2004. فهذا جعلني نطرح سؤال داير الوزير، نطلب ليه هذا المعطى، شحال من المغربي ساكن اليوم في منزل من صفيحي ولا سكن صفيحي؟ يعني نعرف باش هذا المعطى تعطى لنا باش نبقاوش، حيت كاين عدد المشاكل اللي كنعانيو منها حنا في المغرب هو غياب المحاسبه والتقييم الجدي ديال السياسات العموميه. فوالا. نهار الخميس كان اجتماع ديال اللجنه الداخليه اللي تاجل، هو نوعا ما تاجل، حيت كان هيكون وزير الداخليه هيقدم واحد جوج قوانين مهمه وتبدا المناقشه فيهم. قانون عنده علاقه بالبطاقه الوطنيه الالكترونيه الجديده، اللي ما فهمتش انا علاش كيدير قانون، مي بون كنا غنبداو في المناقشه وانا غنطرح هذا السؤال البسيط وعلاش باغي قانون جديد. وقانون ثاني حول السجل الموحد اللي هو اجتماعي، وقيلاش فاهم، ما كانش قراو داك المشروع قانون كنا عارفينش واش هل اجتماعي ولا عنده اغراض اخرى اللي هي يمكن امنيه ولا بون. هذا هتبدا المناقشه، ما دارش نهار الخميس. تقال لينا بان السيد وزير الداخليه اعتذر باسباب مجلس وزاري، مي بون هيكون كنظن المناقشه هتبدا هذا الاسبوع وهنتبع معكم ونقدم لكم المناقشه. نهار الجمعه كان اجتماع ديال لجنه التعليم والثقافه في موضوع حاله نقولوا الصحافه في المغرب ولا الاعلام في المغرب، لا العمومي لا الخصوصي. بارطاجيت واحد لا فيديو راه تلقاوها في اليوتيوب وفي الفيسبوك حول مداخله ديالي في هذا الموضوع. اولا كيتعلق بالربط بين الازمه ديال الصحافه في المغرب، عندها علاقه بما يسمى بالازمه الانتقال الديمقراطي. واش ممكن مازال نتكلموا على الانتقال الديمقراطي؟ الوقت اللي كنشوفوا الصحفيين اما كيتشدوا في الحبس اما خايفين يتشدوا في الحبس، اخرهم هو عمر الراضي، هادو من الامثله اللي عطيتها انا في البرلمان. والجانب الثاني اللي هو اقتصادي، اللي هو اللي اليوم ما بقاش الاستثمار ولا الصرف ميزانية ديال الإشهار في المغرب، ولات أغلبية ديك الميزانية كتمشي لجوجل وفيسبوك، فهادشي كيهدد بالاستقلالية ديال الإعلام الخصوصي المغربي. فوالا، ما نطولش بزاف عليكم. بعض الأشياء، هذه فيديو كنشجعكم تمشيو لاشين يوتيوب جديدة ديال الزميل والصديق العزيز الأستاذ نجيب أقصبي، اللي كيفهم بطريقة مبسطة عدد ديال المفاهيم الاقتصاديه وخصها تفهم من الجميع، راه عندها علاقه بحياتنا. اللي فاهم واللي ما فاهمش يمشي يتفرج في هذيك الفيديو، راه امور نجيب تبارك الله عليه كيعرف كيفاش يبسط امور اللي كتبان معقده وهي غير معقده الا فهمتيها مزيان. كتاب الاسبوع هذا، كتاب عن فيدغين اي ابري، كتاب كيتكلم عاد يلا خرجوا مؤخرا هذه شي 10 ايام ولا شي حاجه، حاول كيفاش كيتصور هو هذا فيدغين اللي كان وزير خارجيه فرنسا، كيفاش كيتصور ما بعد هذه الازمه، ازمه كورونا. وموسيقى، موسيقى عن بوب ديلان، اختاريت بوب ديلان خير موسيقى قديمه ديال بوب ديلان، حيت واخا كبر بوب ديلان يلا خرج البوم جديد فوق في هذا الحجر الصحي. فشكرا.